ما بدأ كحرب تجارية بين الصين وأمريكا قد ينتهي بحرب مباشرة تستنزف اقتصاد العالم وتهدد أفاقه. فماذا لو جازفت واشنطن وعاقبت بكين؟ العالم لن يتحمل عواقب حرب ثانية بعد حرب أوكرانيا، خصوصاً أمريكا. خاصرة اقتصاد العالم مرتبطة بالصين، الصادرات الأخيرة تغرق الأسواق العالمية، فلا يوجد قطاع خدمي أو سلعي إلا وللصادرات الصينية حصة منه، وحصة كبيرة، ولأمريكا الحصة أيضاً الأكبر بالطبع، تستورد ما معدله 40 مليار دولار شهرياً. حجم التبادل التجاري بين العملاقين الاقتصاديين وصل إلى ربع تريليون دولار تقريباً، لكن ماذا عن العالم؟ كيف سيبدو إذا انقطعت السلع الصينية أو تسببت هي بقطعها؟